لو انا ما يعني ميت او شيء ما حد يعرف قصتي. فهي قصتي قصه من بين قصص الاف اشخاص من كل فرع من الفروع زرتها. I started to cough blood. I was my lungs got really, I don't know, really damaged, and piss blood as well. فورا يعني كان معه مثل انه كانوا معه عم يقرا ملفي قدامه وصار عم يضرب. طبعا عم يضرب بوري شهرين ثلاثة أربعة خمسة مثلا بالمعتقل ما 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 بيستوعب الموضوع. يعني بصير عنده يعني عقله بيتوقف، بصير عنده صرع، فالمخ بيتجمد ما عاد يستوعب انه شو هاد، يعني شو هالتعذيب، شو هالضرب، شو عالم عم تموت مثلا قدامه. يعني I think that the photographs speak for themselves. The patterns of injuries are so clear, and they clearly show that these people has been starved to death, many of them. They clearly show injury patterns that are not consistent with falls. They are consistent with torture.